أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم. راح نسوي سلطة مع الرز والخضار. تعالوا مع بعض نبدأ. راح نبدأ أول شيء بالرز، فقط مسلوق. هذا هو عندي مسلوق من غير ملح ومن غير ولا شيء. عندي هنا فليفلة مشوية سبق سويتها أنا وياكم وفرزناها مع زيت الزيتون، وراح أحرك الخليط كله مع بعض. طلعت معي بهالشكل، راح ندخلها للفرن لحد ما تتحمر من فوق. نجمع مقادير السلطة كلها. عندي هنا بقدونس مفروم، بصل أخضر، وعندي بصل أبيض. اللي يحب البصل الأحمر يحطه، أنا ما بيه. عندي هنا مكعبات الخيار والنعناع المفروم، وآخر إضافة تبي تكون الرز اللي حمصناه. نصب الصوص بالكامل ونحرك كل المقادير مع بعض، وبعدين على صحن التقديم. نجي نصلح الصوص، عبارة عن ليمون، وعندي هنا السكر الأسمر، عندي صويا صوص، وهنا زنجبيل وثوم مهروس وزيت زيتون. وراح أحرك المكونات كلها مع بعض.